حتى طال أبواب الجامعات. ده بمناسبة حادثة فتاة المنصورة. سعادة الوزير قلق، حزين، متألم؟ أكيد يعني طبعا يعني خالص العزاء للطالبة بنت جامعة المنصورة وأسرتها. الحادث يمكن يعني أحزن كل المصريين ليلة أمس. أنت حضرتك يمكن شفت أن كم التفاعل على هذا الموضوع، باختلاف طبعا التفاعل اللي ده التواصل الاجتماعي دايما بيفرز يعني كثير من الاختلافات ما بين الآراء، ولكن في النهاية ما حدش اختلف أن ده حادثة حزينة جدا لطالبة في مقتبل العمر 21 سنة وطالب زميلها. طبعا أنا عايز بس أقول أن طبعا الحوادث اللي من هذا النوع موجودة في العالم كله عشان ما نقلقش، لكن هو دايما احنا دايما بنتوقف عند الظواهر المجتمعية اللي كانت بين عن مصر من زمن طويل. ما كانش عندنا العنف ده موجود، ما كانش عندنا القسوة كده ابدا. مظبوط. لا لا خالص، حتى اذا كان بنتكلم على حالات من الحب وحالات من الـ الصداقة التي تصل الى مرحلة الهوس او الولع ما بين يعني شباب في مقتبل حياتهم، لكن عمرنا ما كنا بنصل هذا الامر الى التعبير عنها كده خالص. هل ده نتيجة تغير مجتمعي؟ هل وده احنا بندرسه يعني، عشان طبعا احنا عندنا تكليف من سيادة الرئيس ومن الحكومة، لان احنا عندنا المتخصصين في الجامعات المصرية في مجالات علوم الاجتماع وعلم النفس والظواهر المجتمعية بشكل عام، علشان نقدر نشخص ونحلل هو لماذا صرنا نصل او يعني نتعرض الى كثير من الحوادث، سواء عن خلال اب وولاده او ام تصبح ابنها. مظبوط. يعني كثير من الامور اللي كان المجتمع المصري ما كانش متعود يعني عليها. ده ليس بعيدا عنكم، لكن تدرسونه الان. الجامعات المصريه بعلمائها ومتخصصينها وباحثيها هم زي ما بنقول فيهم البنوك المعلومات وبنوك الخبرات للدولة في كل الظواهر، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، علمية، لأن ما نمتلكه من خبرات على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية هي كفيلة لوضع أي دولة في مصاف الدول المتقدمة. والحقيقة ده حصل في آخر 5 لـ 8 سنوات الماضية، كل مشروع قومي الدولة بتخش فيه هناك تكليف مكتوب من القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس والحكومة بدعوة رؤساء الجامعات أو دعوة عمداء الكليات أو دعوة المتخصصين من الجامعات المصرية للمشاركة في أي كان، حتى الأزمات يعني أزمة المركب في قناة السويس لما جنحت، المشاريع القومية الخاصة بالطرق والكباري، المشاريع القومية الخاصة بالمزارع السمكية والإسكان، الخاصة بالمشاريع الزراعية، حتى المشروع اللي كنا في المنوفية فيه من أيام قليلة مع سيادة الرئيس هناك مع أكاديمية البحث العلمي. إذن نحن متواجدين في كل المشروعات كبيوت خبرة للدولة المصرية في يعني مظاهرة العنف موجودة على أولويات الأجندة. مفيش كلام. مظبوط فندم. نروح للموضوع التاني اللي شغل بعض الناس أو بعض هيئات التدريس النهاردة، اللي هو موضوع الـ10 سنوات. أنت سيادتك صرحت تصريح مهم وقلت أن القانون 10 سنوات تكفي، وبالتالي الناس كثيرة جدا، رسائل كثيرة جدا.